السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة إن شاء الله مع الجزء الثاني من توقعات جريدة الجمهورية. والسؤال الأول تشوز بيقول لي 87,000 أكبر ولا 870؟ طيب أنا المسألة دي أحلها إزاي؟ أول حاجة همسك الورد المكتوبة، الكلمة المكتوبة، وحولها لأصفار. الهندرد دي يعني كم صفر؟ يعني صفرين. كده الرقم اتفك، وهقارن بقى الرقم الاولاني مع الرقم الثاني، هكتشف ان عدد الزيروز هنا هو عدد الزيروز هنا، وبالتالي المساله ايكوال. طيب نمبر 2 بيقول لي 8 ملتبلايد باي او تايمز 20. طيب هعمل ايه في الرقم ده؟ كاني مش شايفه الزيرو، واقول 8 في 2 ب 16 واحط الزيرو في الناتج. نمبر 3، في نمبر 3 جايب وحدتين مختلفين وبيقول لي مين الأكبر. هعمل إيه؟ هحول الوحدة الكبيرة دي لوحدات صغيرة، بمعنى أصح هفك الوحدة الكبيرة للوحدة الصغيرة اللي قدامها. طيب الوحدة الكبيرة اللي هي الكيلو جرام، لما تتفك للجرام يعني بينهم كم صفر؟ بينهم 3 زيروز، وبالتالي هتكون الإجابة نمبر بي. واللي عنده مشكلة في درس الوحدات يطلب مني فيديو الوحدات في التعليقات، وإن شاء الله بعته له على طول. نمبر 4، 6 لتر بلس 4000 ملي. طيب الفرق بين الليتر والملي زي ما خدنا في درس الوحدات 3 زيروس، وأنا بحول من الصغير للكبير هشيل الثلاثة زيروس دول، يبقى 6 بلس 4 إيكوال 10. نمبر ايه؟ نمبر 5 بيقول لي 7 هكتوميتر فيهم كام متر؟ 7 هكتوميتر فيهم كام متر؟ يعني بين الهكتو وبين الميتر كام خانه؟ بين الهكتو وبين الميتر خانتين، يعني وانا نازله هزود 2 زيرو. اللي عنده اي مشكله في درس اليونتس الوحدات يبعت لي في التعليقات، وابعت له فيديو ان شاء الله في شرح مبسط لليونتس يساهم معاه ان شاء الله قبل ما يدخل الامتحان. نمبر 6 بيقارن بين 6 لتر و 800 ملي، وعشان اقارن بين الاثنين لازم ابسط الكبير. طيب يلا نبسط الكبير، بين الليتر وبين الملي قد ايه؟ بين الليتر وبين الملي 3 زيروس، يعني 6000 ملي. وطبعا ال 6000 ملي اكبر من ال 800 ملي. نمبر 7 بيقول لي 7 hours 7 ساعات فيهم كام minutes؟ هضرب 7 في 60، 7 times 60، النتيجه هتكون 420. طيب نمبر 8 بيقول لي اطرح الساعات دي، هعمل ايه؟ اول حاجه هحط الساعات فوق بعضيها، تمام. تاني خطوة هحط المينتس تحت المينتس والأورز تحت الأورز وابتدي أطرح. طيب لو خانة المينتس صغيرة، خانة المينتس قليلة، هضطر أستلف واحد من الساعات. الساعات هتديني واحد بكام؟ مش هتديني واحد بعشرة، هتديني واحد بستين. الستين دي هضيفها واجمعها مع المينتس الصغيرة اللي عندي، وبكده هطرح الدقايق من الدقايق والساعات من الساعات. طيب ساعة الجمع هلاقي عندي في المينتس في الدقايق رقم كبير ممكن يعدي 80، تمام. هعمل ايه؟ هقسم 80 دي لستين وايه وعشرين. هقسم 80 لستين وعشرين، واخد الستين هرحلها لخانة الساعات. هياخد الستين ارحلها لخانة الساعات. نمبر 9 بيقول لي 5 ويكس خمس اسابيع و 5 دايز، هعمل ايه؟ هضرب 5 تايمز 7، 5 في 7 ب 35 بلس ال 5 دي، يبقى الاجابه 40. نمبر 10 بيقول لي 2 دايز و 2 اورز، 2 دايز يعني 48، والاجابه طبعا 50. نمبر 11 بيقول لي مستر مارتن كلاس، حصة مستر مارتن 45 minutes، مدتها اللونج بتاعها
45. بيقول لي it starts لو هي starts لو هي بدأت at 3:30 بدأت في 3:30 الاند بتاعها هيبقى امتى؟ طبعا بيسألني على الجمع. طيب انا هحط الساعات زي ما اتفقنا المينتس فوق المينتس والايه والاورز تحت الاورز، يعني هحط ال 44 تحت ال 30 وابتدي اجمعهم. طيب لو الرقم عدى ال 60 هعمل فيه ايه؟ الرقم عدى ال 60 اقسمه على 60 والعدد الباقي، تمام؟ واخد ال 60 ارحلها للساعات، هاخد ال 60 ارحلها للساعات واسيب الدقايق على جنب. نمبر 12 بيسالني عن البرميتر بتاع السكوير والسايد بتاعه اللونج بتاعه 10، هعمل ايه؟ هجيب البرميتر ازاي؟ ممكن اقول 10 بلس 10 بلس 10 بلس 10 يا اما اقول 10 تايمز 4 وبكده بجيب البرميتر. طيب بيقول لي البرميتر بتاع الاوبوزيت ريكتانجل ده كام؟ هعمل ايه؟ ممكن اقول له 5 بلس 5 و 2 بلس 2 وبكده النتيجة هتكون 14، يا اما هعمل ايه؟ هقول له 5 بلس 2 تايمز 2 5 بلس 2 تايمز 2 والنتيجة طبعا برضو 14. نمبر 14 بيقول لي ريكتانجل ويز ويدث العرض بتاعه 3 سنتي اف اتس لينث از توايس، يعني طوله ضعف عرضه، يعني 3 و6. دلوقتي انا عندي 3 و6، مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني الاريا. هعمل ايه في الاريا؟ اريا اضرب، اريا اضرب را ورا، اريا اضرب، هضرب الطول في العرض، 3 في 6 ب 18 18. نمبر 15 بيقول لي الاريا مساحة ريكتانجل، مساحة ريكتانجل اريا بتاعة ريكتانجل with 8 سنتيمتر لونج، طوله طول ضلعه سنتيمتر والعرض 2 سنتيمتر. طيب الاريا هعمل ايه؟ اريا يعني اضرب 2 في 8 ب 16، تمام. بيقول ان الاريا دي ايكوال نفس الاريا بتاعة سكوير طول ضلعه كام؟ طبعا ال 16 دي حصيلة ضرب 4 تايمز 4. نمبر 16 بيقول لي اريا مساحة بيز اوف بيبر قطعة من الورق ان شيب اوف سكوير واخدة شكل السكوير، طبعا مفيش اسهل من السكوير، ويز سايد لينس الطول بتاعه 8، طبعا الاريا يعني اضرب 8 تايمز 8 ايكوال 64. نمبر 17 بيقول لي ريكتانجل ويز ان اريا 30 سنتيمتر اف اتس لينس لو الطول بتاعه 6 سنتيمتر then its width equal كام؟ انا ما وصلتش للاريا الا بالضرب، يعني هجيب طول الضلع بالايه؟ بالقسمه، هقول 30 divided by 6 equal 5. نمبر 18 بيقول what's the area، عايز الاريا بتاعه كل الشكل ده بتاعه الفيجر ده. طيب هتصرف ازاي؟ انا دلوقتي عندي الطول والعرض اللي نسول ويدث بتوع الريكتانجل الكامل ده، تمام. هضرب اجيب الاريا، هضرب 14 تايمز 7 هتطلع لي 98 ودي الاريا بتاعه الشكل الكبير كله. دلوقتي بقى هنطرح منه الجزء الصغير ده، لازم الاول اجيب الاريا بتاعته عشان اطرح مساحه الكبير من مساحه الصغير. هطرح الاريا بتاعه الريكتانجل الكبير من الريكتانجل الصغير هتطلع لي مساحه الفيجر اللي قدامنا. طيب انا دلوقتي عندي ضلع واحد بس اللي هو 4، هجيب الضلع الثاني منين؟ هجيب الضلع الثاني لما اقارن الضلع اللي هو الويدز بتاع الريكتانجل الكبير مع الريكتانجل الصغير زي ما انتم شايفين، وهنطرحهم من بعض هيطلعوا 5 وبكده جبت طول وعرض الريكتانجل الصغير واضربهم في بعض هيطلعوا كام؟ 5 في 20 5 تايمز 4 هتطلع كام؟ هتطلع 20 وبكده هطرح ال 98 من ال 20 هتطلع نمبر C. نمبر 21 بيقول لي
What number ايه هو الرقم is 10 times 10 مرات greater than اكبر من 13؟ 10 مرات اضعافه، يعني هحط 0 واحد بس، والاجابة number ايه. number 22 بيقول لي 36 is 9 times more than what number، يعني الناين دي اتضربت في كام علشان تدينا 36؟ طبعا اتضربت في 4. number 23 بيقول لي if a times 31 equal 31 times 9، تبقى الايه طبعا equal 9. number 24 بيقول 500 times 3 equal كام، هعمل نفسي مش شايفة الصفرين دول وأقول 5 times 3 equal 15 وحط الصفرين في الناتج. number 25 بيقول لي 6 اتضربت في كام، عطتنا 420. طيب أنا دلوقتي هعمل نفسي مش شايفة الزيرو اللي في الناتج، السكس دي اتضربت في كام؟ اتضربت في 7 عشان أنا حافظة جدول 6. طيب هحط 7 وحط الزيرو اللي أنا شلته، يبقى 6 times 70. number 26 بيقول لي 50 times 20. طيب هتصرف ازاي؟ هحط الأرقام تحت بعضيها، الكبير فوق والصغير تحت، وابتدي اضرب زي ما اتعلمنا. طيب number 27 بيقول لي 2 times 3 times 4، هعمل ايه؟ هاخد الاثنين الصغيرين الاول وبعد كده هضربهم على مهلي، والنتيجة 24. طيب بيقول لي الرقم اللي بين القوسين ده كله هيتضرب في صفر، طبعا الصفر طبعا الزيرو هينسف الاعداد. number 29 بيقول لي 4 is a factor، الفور دي عبارة عن فاكتور. طب فاكتور لإيه؟ فاكتور للفورتي، عامل من عوامل العدد 40. number 30 بيقول لي which of the following، مين من اللي جاي is a factor، عبارة عن عامل، عامل لإيه؟ للتن. مين هنا من عوامل التن؟ طبعا الفايف. number 31 which of the following is a composite number، مين من اللي جاي composite number. composite number يعني عدد مش برايم، يعني عدد مش أولي. البرايم نمبر اللي هو اللي بيقبل القسمة على نفسه وعلى الواحد، العدد الأولي البرايم نمبر ملوش إلا اتنين فاكتورز بس، نفسه والواحد. أما composite number ليه أكتر من كده، زي مثلا الإجابة اللي هي نمبر C اللي هو 33 ليه أكتر من 2 فاكتورز، وطالما ليه أكتر من 2 فاكتورز من نفسه ومن الواحد يبقى composite number. number 32 بيقول لي which of the following is a prime number، مين من اللي جاي is prime number عدد أولي. مين عدد أولي؟ عندي إيه؟ عندي 3، وما أقولش 1 عدد أولي، 1 عمره ما يكون عدد أولي لأنه فيه ليه فاكتور واحد بس، تمام؟ والعدد الأولي ليه 2 فاكتورز، نفسه والواحد. طيب number 33 بيقول لي ال 18 has، ال 18 دي عندها كم فاكتورز؟ عندها 6 فاكتورز. لو هنعد الفاكتورز بتاعتها هتطلع 6. number 34 بيقول لي الكومون فاكتور of all number، كل ما اجي اطلع الفاكتورز بتاعة الأعداد ألاقي الرقم ده هو بيتكرر معايا كل مرة بعمل فيها بجمع فيها الفاكتورز، مين هو الرقم ده؟ هو number 1. number 35 بيقول لي the greatest common factor ما بين ال 20 وال 30، مين؟ هطلع الفاكتورز بتاعة ال 30 وطلع الفاكتورز بتاعة ال 20 واشوف العامل المشترك الاعلى ما بين الاثنين، وهيطلع طبعا التن. بيقول لي the greatest common factor العامل المشترك الاعلى of 18 and 27، في المسودة هطلع الفاكتورز بتاعة ال 18 وطلع الفاكتورز بتاعة ال 27، وطبعا ال greatest common factor او العامل المشترك الاعلى هيطلع 9. number 37 بيقول لي the number e its factors، الفاكتورز بتوعه 1
وتو وفور وإيت وسكستين كمان. مين الرقم ده؟ هو طبعا الثيرتي تو، علشان هو بيقبل الاسم على كل دول. طيب 38 بيقول لي is a multiple of 3. المضاعف بتاع 3 مين في دول؟ المضاعف بتاع 3 هو طبعا ال 12. نمبر 39 بيقول لي 20 is a multiple، ال 20 دي ال 20 ال 20 المضاعف بتاع ايه؟ مضاعف طبعا ال 10. نمبر 40 بيقول لي which of the following is a multiple of 9. مين في دول مضاعفات ال 9؟ طبعا 45. نمبر 41 بيقول لي is a common multiple المضاعف المشترك بتاع ال 4 and 6. مضاعفات ال 4 وال 6 من ضمنها ال 12. نمبر 42 بيقول لي 34 تايمز 0. شفتوا الزيرو نسف الاعداد، خليهم احسن عنه بعيد. نمبر 43 بيقول لي ذا سمولست اود برايم نمبر. اود وبرايم، مين ده؟ مين ذا سمولست اود برايم نمبر؟ وعمري طبعا ما اقول عن ال1 ان هو برايم نمبر، لانه ملوش 2 فاكتورز زي بقيه البرايم نمبرز. يبقى اود وبرايم يبقى طبعا الثري. نمبر 44 بيقول لي 3 and 7 دول عبارة عن فاكتورز، لأنهي عدد من دول؟ مين في الأرقام دي بتقبل الاسم على الثري والسيفن؟ طبعا الفورتي تو. نمبر 45 بيقول لي the greatest common factor of 24 and 36. الإجابة نمبر دي 12. نمبر 46 بيقول لي if a plus 23 equal 32 هعمل ايه؟ انا عندي صغير زائد صغير جمعت لهم طلعوا عدد كبير، اعمل ايه عشان اجيب الصغير اللي جوه؟ هطرح الكبير اللي بره من الصغير اللي جوه، هيطلع لي الصغير التاني، والاجابة طبعا 9. نمبر 47 بيقول لي مين أكبر من التاني؟ طبعا 78,000 أكبر من 9,000. نمبر 48 بيقول العدد ده فيه كم ثوزن؟ هعمل إيه؟ هشيل 3 أصفار من نفس العدد ده، هتطلع النتيجة نمبر بي. نمبر 49 بيقول لي الرقم اللي قدامي ده أصغر من إيه؟ هدور على أكبر رقم موجود قدامي، مين؟ طبعا 71,000. طيب نمبر 50 بيقول لي the area مساحة of a square، area بتاع square مساحة مربع whose side طول ضلعه 5. طبعا area اضرب يعني 5 times 5. من نمبر 1 لحد نمبر 11 دي حاجات خاصة بدرس اليونتس، اللي مش فاهم فيها اي حاجة يطلب مني في التعليقات الفيديو الخاص بدرس اليونتس. طيب لما حول من ويك لدايس هضرب في 7، ولما حول من 1 اور، لما حول من الاور للمينت هضرب في 60، ولما حول من المينت للسكند برضو هضرب في 60. ومضطرة معلش نتوقف لحد هنا علشان الفيديو يلحق يتحمل، واللي تقف معايا إجابة أي سؤال يتفضل يسألني في التعليقات وأنا تحت أمركم. حسبكم دلوقتي إن شاء الله مع باقي الأسئلة، وأتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الختام ومسك علينا كلنا، وأشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.